يعطيكم العافية. التشجيع على القراءة شيء مهم جدا، عشان هيك في أهل أوتوا في شغلة حلوة كتير اللي هي المكاتب. مكاتب موجودة في كل مكان وممكن تلاقيها في كل مكان، لازم تروح غاد وتسوق. بعطوك كارت فري مجاني في أوتوا، لكن حورجيكم شغلة، خليكم معنا. شايفين هاي المكتبة؟ هي عبارة عن مكتبة عاملينها أصحاب البيت، وأي واحد بالحي هذا موجود بيقدر يجي هون ويأخذ كتاب مجاني، بيقرأه وبرجعه. الأفضل إنه يجيب كتاب محله، وهذا اللي بيشجع عليه الناس. طبعا شايفين كيف الكتب مشكلة للكبار وللصغار وللتينيجرز، فبيقدر يجي يأخذ هذا الكتاب يقرأه اوكي ويرجعه. احنا اليوم حناخذ هذا الكتاب لادم يقراه وحنرجعه بعدين. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم في اوتوا. هاي مكتبه تاريخ لقيناها بنفس الحي جنبنا، برضو بعيد عن هذيك حوالي 500 متر. بتشوفوا فيها كتب، شايفين إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.